هقولها تاني وتالت ورابع، من أسهل الطرق إنك تحفظ بيها كلمات إنك تجيب كلمة أنت عارفها وتطلع منها مشتقات. معايا النهاردة كلمة آي اللي هي عين، هنطلع منها مشتقات ومعاني جميلة جدا ومستخدمة كلها. أول حاجة معانا كلمة آي، لما نحطها على بول هتبقى آي بول. آي بول معناها إنك فعل، معناه إنك تبحلق لحد او تبص لحد لمده طويله. يعني مثلا انت بتبص لي كده فاقول لك What are you eyeballing me for؟ انت ليه بتبص لي كده؟ اوكي، what for يعني ليه؟ اوكي، زي why، why are you eyeballing me؟ انت ليه بتبص لي كده؟ اوكي، يبقى eyeball معناها تبحلق لحد تبص له كده. اوكي، تاني حاجه معانا اي، لما نحطها على catching دي بتبقى صفه جامده جدا مستخدمه كتير بمعنى يلفت الانتباه. لما اقول لك مثلا ايه، This is an eye-catching car، يعني دي عربية بتخلينا نبص لها، بتشد عينينا، بتلقط عينينا. An eye-catching car، or she's an eye-catching woman، يعني هي ست بتلفت الانتباه، يتبص لها. اوكي، eye-catching. عندك كمان eye drop، ودي بتالي اغلبنا عارفينها، بمعنى قطرة العين. اوكي، يعني the doctor prescribed an eye drop for my eye. الدكتور وصف لي اوكي قطرة للعين. اوكي، طيب عندك كمان eye witness. eye witness يعني شاهد عيان. اوكي، لما اقول مثلا well the criminal okay or the guy got away with this crime، يعني فلت من الجريمة ديت. اوكي، because we had no eye witnesses، لان احنا ما كانش عندنا اي شهود عيان. جمع eye witness، اوكي، اي ويتنسز. اوكي، اخر حاجه معانا النهارده بلاك مع اي. بلاك اي، لما تقول اي هاف ا بلاك اي، معناها ان في حد ضربني بالبوكس في عينيا وفي سواد بقى تحت عينيا. اوكي، يبقى هو مش اي سواد، لا ده بسبب بوكس. فاي هاف ا بلاك اي يعني في حد ضربني في عينيا. اوكي، لو الفيديو عجبك شير ولايك. سلام.